وش غدا؟ تسلم ايدك على الطبخة الحلوة يا سعاد. عليكم بالعافية، كل يوم تعالوا. ودي ترجعوا مزرعتكم ونرجع زي زمان يا سعاد. قولي لها صير حلالك مشاكل العيال. يما من يورك انت الحين، مو انت اللي قاعد تحن ابي اشوف عيالي بقعد مع عيالي؟ ليش قلبت؟ انا بعد ان مشاكلهم ما تنتهي ولا تخلص حشا. والله يا جاسم من تطلع سعاد من البيت ما ترد الا تالي الليل. خالتي يعني تغديتهم وما ناديتوني؟ ايش دعوه؟ هذا وانا راعيه البيت. انت بتغدين ويا طلال ومحمود، اكلكم في المطبخ. في المطبخ؟ زين خالتي، صرنا الحين قطاوة البيت. محشومة يا بنيتي، بس ضيوفنا متعودين يتغدون مبكر. عفا عليك، بس مالك الا الحشيمة يبا، ما صار له الخير. ايش فيك يا بنتي؟ ليه زعلانة؟ خالتي شكلها ما تحبني، مبين في وجهها. حبيبة ما لها داعي هالحكي. سعاد، انت قايلة شو حق البنية؟ ايش قايلة بعد انت الثاني؟ خالتي، إذا انت زعلانة مني، هذا أنا أبوسك على راسك، بس لا تزعلين. خلاص خلاص، طاح الحطب، طاح الحطب، والمسامح كريم يا سعاد. أفا عليك، بس أفا عليك. مو انت مظلة البيت ولا نسيتي؟ انتوا سالفتكم اللي بتطلعوني غلطانة، صاير؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا والله، حيا الله طلال، حيا الله ولدنا. حياك الله عمي جاسم، مرحبا خالتي، نورتوا البيت. هذا من طيب أصلك يا ولدي. الله يسلمك، قوة يبا. الله يقويك، ترى حنا تغدينا، اليوم خالتك سعاد طابخة خوش طبخة، روح لطوفك، تغدى روح يلا. بالعافية يبا. خالتي، بغيتك لو سمحتي. أمرتك ما لها ترحيب يعني؟ اللي بشاير فينها؟ أنا ما شفتها اليوم. بشاير في السجن. ليش ما علمتكم خالتي سعاد؟ بشاير في السجن؟ أي سجن هذا؟ لقوها مختلسة بذات الوزارة، ماخذة رشاوي من المناقصات. بس هم مشتبهين، يعني شبهة مو صدق، بعد بتطلع براءة. ما ظنيت يا عمي، المحامي يقول إن كل الأوراق تثبت إنها مختلسة مبالغ كبيرة ومصيرها السجن. شو تقولين أنت؟ أحي معقولة سلوى تعيش بينكم معززة مكرمة وزوجتي تنحبس؟ بصراحة مو منطق هذا. حتى بالصدق يا طلال، مرتك لسانها طويل. خالتي لا تشوهين صورة حبيبة، البنت صغيرة وتفكيرها على قدها، هي مو في سنك عشان تبث الدور العقل والحكمة. ليش قاسين عليها؟ الله يعلم كم تحاول ترضيكم وتسعدكم وتسوي اللي تبونه، ليش تعاملونها بهالطريقة؟ الحين يا طلال كل هالمحاضرة اللي قلتها، بس ليش اني قلت لها قاعدي بدارج؟ عيل لو ما ادى ايدي عليها كان سويت. ما تجاوبني، ايش فيك ساكت؟ خالتي انا ابي اعيش مرتاح. طلقت سلوى وتزوجت حبيبه عشان افتح صفحه جديده واعيش مثل باقي الخلق، مو مستعد اقعد يوميا اعيش في نجره وخلافات. والله يا طلال هذه طرده،
إذا تبيني أطلع من البيت أنا ما عندي مانع، الحين أشيل قشي وأطلع. بس هالحكي ما تقوله لي أنا، روح قوله لأبوك. ليشني أنا ما بيطلع بالشينة. يا خالتي أنا ما قد طلعوا من البيت. أنا طلبت تحترمون زوجتي. لما تكون زوجتك محترمة بنحترمها. تدري يا طلال؟ الغلطة الوحيدة بحياتك إنك طلقت سلوى وأخذت حبيبة. والأيام راح تثبت لك هالشيء. ها بشر، ايش سويت؟ طلال، أنا حاجيك، عطيتها العين الحمراء؟ سعاد، انت هنا ونحن قاعدين ندور عليكي. انا اليوم تعبت من الطباخ، قلت اقعد اريح شوي. يلا يلا قومي معانا، قومي عشان انا بعد شويه حامشي. خديجه خذوني معاكم، ما بقعد هنا. خالتي عسى ما شر صاير، شو السالفه؟ في شيء احنا ما ندري عنه؟ ما ادري عسى، ماني مرتاحه هني، ودي أرد مثل أول. سعاد، لو بيتنا ما شالك أشيلك في عيوني. قومي هاتي بنتك وشنطتك وجوزك، يلا خلينا نمشي. صبر صبر خالتي، شو السالفة؟ فهموني. قوم طلال، أنا ما قلت لك أطردهم. يلا قوم لا تفشلني. الحين عقب ما شيشتيني عليهم تقولي لي ما قلت؟ أنا قلت لك خلهم يحترموني، مو تقوم تطردهم. يلا طلال قبل لا يطيح علينا أبوك وتيه أزمة قلبية. تعبتوني بحياتي. إذا بتطرد سلوى بروحها من البيت بيكون أحسن لنفسيتي، لأن عندي لك خبر راح يخليك تطلعها اليوم قبل باكر. شلون يعني؟ أفا عليك بس يا أبو طلال، أفا عليك يا أخوي. ليش مسوي بنفسك كذي؟ إيش فيك؟ الإنسان دائما مبتلي، وبعدين أنت بنتك بشاير حسها موجود، لا تتضايق. في ناس يا أبو طلال يفقدون عيالهم ما يشوفونهم، أنت على الأقل بنتك قلبها بعده ينبض. معك حق، معك حق. أنتوا ليه متى بتتمون؟ أنا بروح أنام. بتقعدون للمغرب وتمشون بالسلامة؟ لا لا لا، احنا بنروح الحين يعني. انا جيت بس اطمن عليك وشفتك. ها هذه خديجة جيت. يلا خديجة، يلا يبا بسرعة، يوسف واصل البيت الحين. يلا حد مشرف عند الباب ما تخليه يدخل، على الاقل نشوف نسلم عليه. والله عاد اذا زوجت بنتك يوسف بيدخل هني وبيحبك على راسك، لكن الحين الريال باخذ موقف. منصور انا بروح معاهم. وين بتروحين؟ انا بروح بيت جاسم خالتي. وين بتروحين تخلينا بروحنا؟ أنا محتاج لك، البيت هذا كله محتاج لك. بعدين باركي لي يا خالتي، بارك لي يبا، باركوا لي كلكم. حبيبة حامل بالشهر الثالث. سلوى ما يصير تعترضين على حكمة ربك، انت ما تعرفين من صالحك. تذكرت بنتي خالتي، يعني والله الله يرضى انا بنتي تضيع، وهذه الله يرزقها بياهل. ليش قولي لي ليش؟ استغفري ربك مو زين. استغفر الله، لا تيأسين من رحمة الله. سعاد، جاسم يبغى يمشي، تبي تروحي ولا غيرت رأيك؟ لا خديجة، خليني قاعدة وأمري لله. خالتي ما علي انا هي قاعدة عندكم، أنا بس بعد ما أقدر أقعد هني، نفسك تعبانة. سلوى ما يصير تروحين، إن شاء الله طلال بيردك. خالتي ممكن أقعد عندكم لأن نفسيتي ترتاح. البيت بيتك يا بنتي، بس أهلك ما حيقولوا شيء لو قعدتي؟
أهلا أمي لها أهل مسكينة، ما لها إلا أبوها وعايش بسوريا وقاعد مع مرته. أنا بروح ألم ثيابي. إف خالتي في ريحة بالكبت. ريحة إف يقول لك الريحة. ما أدري خالتي تحط شيء هنا يخمر ولا يخرب. حاطة شيء خالتي ثيابي بعد شو بحط. شفتي خالتي ما في غير حبيبه مسويه كذي، انا اعلمها. ايوه صبر يا يمه، طلال ما راح يصدقك خاصه اليوم. عاد خديجه ولي سلمك خذيها عندك كم يوم لما اشوف لنا صرفه. جاسم. نعم. اليوم سعاد واخده في خاطرها علي تقول لي كيف تقعدي ويانا ولا تسالي على ندى. حتى منصور عتبان علينا، بس عاد لازم يحسون فينا شوي. الوالد؟ نعم. أنا أقول إن البنت وصلت السن القانوني، لازم ما حد يمنعها من الزواج، ولازم حد يوقف وياها، ولا أنا غلطان يا سلوى؟ سلوى! أنا آسفة، أنا ما كنت معاكم، أنتوا عن شنو كنتوا تتكلمون؟ لا 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 يا بنتي يا سلوى، شوفي إحنا عندنا شروط. اللي يكون ويانا لازم مخه ويانا. يلا روحي هاتي مخك تعالي. بطني وايد صغير، معقول انا خلصت الشهر الثالث؟ متى بحس بحركه البيبي؟ ذكرتيني بهو السلوى وهي حامل. نصيحة مني لا تبالغين بكل شيء. الحين لازم تطريها وتعكر مزاجي؟ يا بنت الحلال هذه راحت وريحتنا. وبعدين سلوى لما كانت حامل كانت كلها تقعد وتسوي عمرها تعبانة، يبولي الأكل على السرير، ما أقدر أنزل الصالة، ولي يبيني ييني. وانت ايش دراك بهالسوالف؟ انت كنت تقول لي. أنا في عمري ما كلمتك في هالأمور حبيبة، ليكون الخدامة هي اللي تجيب لك الأخبار ولا ما أدري. طلال الظاهر سلوى نقلت لك عدوى الشك. هلا يبا، شلون طلعك الدرعي؟ لا يا يعني شوف بنيتنا اللي بيجيب لك منصور صغير. حياك يبا، حياك خالتي. بس يا والله بيرزقك بطفل ثاني، ما تمنيت انك تطرد سلوى. زعلتني فعلا زعلتني. انا ما طردتها، هي طلعت بروحها. سعاد اعطيني الكيس يبا. يا بنيتي شوفي هالكيس، شوف اللي فيه. يبا شنو هذا؟ هذا اللي نحى السلوى من البيت يا ولدي. نظف بيتك يا طلال وخليك صاحي. خالتي شو السالفة؟ أنا مو فاهم شيء. والله ما أدري يا طلال، ما أدري شو اللي قاعد يصير بهالبيت. سعاد أنا بتعشى وأنام. يلا يبا فهمني بالأول شو السالفة؟ أنا مو فاهم شيء، صاير مثل الأطرش في الزفة. أنت أصلاً ما أنت بالزفة علشان تسمع ولا ما تسمع. حبيبة حبيبة سالفة هالجيس. اي صدق خالتي سالفة هالجيس. والله ما ادري يما، هذا لقيناه في كبت سلوى بين ثيابها. زين وان شاء الله قصدكم انا اللي حطيته. والله يا بنيتي احنا نسأل، بعدنا ما قلنا شيء. طلال لا تخزني كذي، هذه سلوى تبي تشككك فيني. انا اصلا متى دخلت دارها؟ هي سوت كذي عشان عارفة انه ماكو احد غيري يناجرها، تقوم تسوي هالشي عشان تقلبون علي. كل شي جايز يا بنتي، بس هالدورة بغتوا تطردونا من البيت، لا تحطون بدورنا سمت خايس. يبا شو الحكي اللي زعل؟
معقولة أنا وحبيبة نسوي هالشيء؟ يبقى إذا تبيني أنا وزوجتي نطلع نروح نقعد في شقة أنا ما عندي مانع، أفعليك بس. عمي صح أنا ساعات أقول كلام ما له معنى، بس ما توصل فيني لدرجة الخسة والدناءة. ويه إيش دعوة كل هالدفاع؟ إحنا ما اتهمناك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي بنتي تفضلي. تفضلي اعتبري البيت بيتك. تفضلي يا حبيبي. هذا البيت مثل ما قالت خالتك بيتك، تصرفي فيه مثل ما تبين. يبا يوسف دخل شنطتي يلا يبا يلا بسرعة. يلا خديجة جهزي حجرتها بسرعة. أبشر. يلا قاعدين يبا هني في الصالة لين ما يجهزون حجرتك. خذي راحتك خذي راحتك، هذا بيتك ومكانك وهذا التلفزيون قدامك، الربود هناك، خذي الربود وشغل التلفزيون. هذا سامحيني يا بنتي بروح اصلي العشاء بعيد. يلا استغفر الله العظيم. يوسف امر الله. ابغاك تروح الدكان تجيب لنا خضره واسالها ان كانت تبغى شيء. ان شاء الله يمه. هوا صارت الخدامة سلوى. هلا خالتي. ايش تأمرين بي حبيبي؟ ايش تبغين؟ سلامة عمرك خالتي، بغيت الريموت. ابشري الا انت تبين اجيكي الين عندك وانت جالسة. تفضلي ارتاحي خالتي، لا تدلعيني وايد بعدين بتعود. اسوي لك شاي عصير؟ لا سلامتك. بس خالتي إذا تبين تريحيني صدق أبي منك شيء واحد. آمري عيوني لك. تسلم عيونك خالتي، بس خلينا ندور على رسالة الخدامة، يمكن تكون طايحة هني ولا هني. من عيوني يا بنتي. أبشر بس يا بنتي، سيبيكي من الأوهام والباب اللي يجيكي منه الريح، صك واستريح. هذه مو رسالة الخدامة؟ أنت كيف تقولي إنك أنت قطتها في الزبالة؟ شلون تخليها تروح شي بهالسهولة؟ مهما صار هذه كانت زوجتك يوم من الأيام، عاشت معاك، ليش صاير قاسي كذي؟ محمود واللي يسلمك وفر نصايحك، أنا مرتاح كذي، خلها بعيد عني وايد أحسن. أخافاك اللي تزوجت وقعدت عندكم زوجتك سوى فيني نفس الحركة. تقعد عندنا؟ عيل وين تبين أروح؟ وين قاعد؟ خلت حالي يا سلو، ما أدري إيش قاعد أسوي الحين. لا تخافين تطمني، الحين جاسم وخديجة يبين يسون هالسمك الخايس. والله يا منصور بالأول كنت أقول لك قاعد عند عيالك، بس عقب قعدتي معاهم لا، نقص عمري 5 سنين. يعني أنت الحين صغيرة. زين زين مبروك. أنا وين وأنت وين؟ أنت كانت يمي وأنا يمك بعد شنو؟ لا أنت اليوم مزاجك عالي. أنزل لك وين؟ زين حاجيك بعشر محكمة مشاير، بتي ويانا ولا بتقعد مع البنية؟ لا بروح وياكم، مو كفاية خشيتوا عني السالفة. زين بنتك من بيقعد وياها؟ مني قعد وياها بعد، يا تقعد الخدامة يا تقعد حبيبة. حبيبة لا. والله مو قصدي يا بنتي، أنا كنت خايفة إنك تجري تجري على وهم. أنا خايفة عليكي وأنت عارفة يا سلوى قديش معزتك في قلبي عندي. وهم وهم وهم، الكل ينصح ويتفلسف من صوب ولا حد حاس بالنار اللي بقلبي. حرام عليكم، أنت نفسك لو ولدك ضايع ولا صاير في شيء، مو جان قلبك كراتش عليه، مو جان بجيتي دم واخروا عني. طلعي برا، ما بيكم ما بيكم، انتو كلكم جذابين، واخروا عني. سلوى يا بنتي هذه الرسالة خديها،
أنا ما قصدي إني أدسها عنك يا بنتي، أنا كنت خايفة عليك لا تتغربلي. بس هم كلامك صح، أيوة كلامك صح، أنت أم لو تقعدي تدوري العمر كله على بنتك ما حد يلومك. سلوى سوي اللي في راسك يا بنتي. تصدقي لو قلت لك هذه بشرة خير، الله كاتب لك انك تخشي البيت وتلاقي الرسالة عشان تسافري. هاك خدي الرسالة يا سلوى، خدي يا بنتي. شارع الصبح شو سوي يعني؟ البيبي تشغلي العيارة؟ لا يبا، إذا على البيبي أكل اللي تبينه. ها طلع زاهر؟ إيه نعم خالتي. شو أصبحت اليوم يبا؟ الحمد لله على كل حال، حاسس إني ماني مرتاح، قلبي مقموت. يلا 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 طلال نطروني بروح وياكم. لا ما له داعي، الراحة أحسن لك، خليك عند ندى. ليش تقعد عند ندى ليش؟ هي مي تعبانة، إيش تعبانة فيه؟ توها بأول حملة خالتي. لا يا خالتي، خليه هني وايد أحسن. سلوى. هلا يوسف خير؟ ممكنك نسيتي شيء مهم؟ ها؟ يسمح لي يا أخوي، ما عليه من الفرحة بس نسيت أسلم عليك. لا لا لا، أنت نسيتي شيء أهم. أخوي أنا شو نسيتها؟ حسرت قلبي، أنا هذه الأوضاع تضيع روحي معاها. الحمد لله الحمد لله، مشكور مشكور يا أخوي، ما قصرت. سامحيني يا خالتي، ما حبيت حبيبة تشوف الشاير بهالوضع، تقعد تعايرني طول الوقت، قلت اخليها بالبيت احسن. الله يفرجها عليك يا بالشاير ويمر اليوم على خير. ها بشر شو الاخبار؟ ابي وينه؟ يبا لا تسأل مني، ساعات الواحد يسوي الغلط ويدري انه غلط بس يقنع نفسه انه هو صح. بشاير أنا ما سمعت، عمري ما سمعت إن اللي يمشي على الطريق المستقيم يضيع طريقه. والإنسان يا بنتي ما يتخلى عن استقامته ولو بصعب الظروف. أنت شلون طحتي بهالطريق؟ كنت مغشوشة، كنت عايشة بوسط ضباب طول هالمدة، بس الحين أكو فايدة. يبا تعيلي تعيلي، الله يفرجها لي. الله يفرجها عليك يا بنيتي، الله يفرجها عليك. والله إنك قطعتي قلبي. انت شلون تقبليني على نفسك؟ سامحني يبا، صدقني لو تقع طول العمر تعاتبني ما راح يرد لي صار. لو اقعد ابرر واشرح ما راح تفهموني. يبا انا لي اسباب الخاصة، الدنيا يبا
حطت بيدي سلاسل قفولها ضايعة، يمكن بالسجن وداخل زنزانتي أقدر أفك قيدي وأرجع بنتك اللي تعرفها. بشاير تفضلي درج عند القاضي. يبا ونزل المبرك لا تخلوني، كونوا معايا الله يخليك. الله يفرج عليك يا بيت، خلي إيمانك بلقوه. منصورة بشاير، منصورة. شد وتزول يا بشاير، الله يكون في عونك. سامحيني على القصر يا بشاير، شد حيلك. الله يرد كيد اعدائك في نحرهم، شدي حيلك. ليش يا بنتي تسوين كذي؟ ما ضرر يا حضرة القاضي، أنا ملجت وقبل العرس تطلقت، وأبوي ما يصرف علي رغم أنه عنده ثروة، وكل ما يتقدم لي أحد يرفضه، لين الحين رافض 7 أشخاص. زين والسبب يا بنتي ليش يرفض؟ اسألي يا حضرة القاضي، هذا ملف آخر واحد تقدم لي، شاب ما يعيبه شيء ويشتغل معاي في نفس المكان، بس أبوي رفضه لما راح للمكتب، طرده ورفضه. زين شوفي يا بنتي، انا اقول له تجلسين ويا ابوك مره مرتين تتكلمين وياه، ولا تدخلين حد من اهلك وقرايبك ينصحونه احسن، لان القضيه اذا وصلت المحاكم يعني تاخذ بعد اخر وتسبب قلق وسمعه للاسر. يا حضرة القاضي، انا عرفت ان عندكم ماده في الاحوال الشخصيه، إذا البنت تعدت السن القانوني تقدر ترفع أمرها للقاضي في حال عدم تزويجها أبوها، وأنا أبي حقي بهالحياة، حالي حال البنات، ليش أعيش في هم ونكد وأنا ممكن أعيش سعيدة؟ هذا ظلم لي ولحياتي. خلاص يا بنتي، نحن بندرس الموضوع وبنستدعي ولي أمرك ونجلس وياه ونعرف شو الموضوع، والله يقدم اللي فيه الخير إن شاء الله.
تفضلي حياتك، البيت بيتك. أنا حبيبة قبية. قومي إذا تقدرين، سوي رياضة. قومي. حسبي الله عليك، قطعتي نفسي، بس يلا خلي ساعات ترتاح. سعاد، هاي انتي شلون تدشين كذي؟ لا 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 حبيبتي، انا سلوى، انا سلوى، انا سلوى. يما بسم الله عليك الرحمن الرحيم، ايش فيك انت؟ شو مسويه بالبنيه؟ ليش كذي قاعده ترجف؟ شو تشوفيني قاعدة أسوي يعني؟ قاعدة أوكلها، وبعدين أنت شلي يابك عندنا مرة ثانية. بسم الله عليك ماما، بسم الله عليك حبيبتي، خلاص أنا موجودة، خلاص بسم الله عليك، بسم الله عليك. متى بتخلص؟ أنت الحين ممكن تروح المكتب، نص ساعة الأمور كلها تمام. هذا وي إذا خلصت. انت هني وانا دورك؟ خير صاير؟ يعني ما جيت معاي المحكمة، قلت ما عليه، على الأقل اسألني ايش صار معاي والقاضي. صار معك؟ الوضع يطمن. يعني في أمل؟ الأمل كبير، بس ها أبيك توقف معاي للأخير. أكيد بوقف معاك، وين بروح يعني؟ محمود شكلك مو مرتاح. لا بالعكس، بس أختي اليوم حكموا عليها، علشان كذي متضايق شوية. متيت قبل شوي خالتي باركيلي، أخيرا لقيت عنوان الخدامة، يعني خلاص لازم نسافر وندور على بنتي. إن شاء الله. شو فيها كانت تبكي؟ تبكي على بشاير، حالها حالنا، جناح حاسة. سلوى ايش فيها بنتي؟ ما ادري خالتي، انا دخلت لقيت حبيبة قاعدة توكلها. وين حبيبة؟ طلع. ليش ما طلعت؟ انزين ارجع ابيك بسالفة. اقول لك سلوى نطت علينا تقول لي بعدين؟ ايش دعوة؟ ما نقدر نرتاح منها يوم؟ الحين بتبدا المشاكل وبتشوف. حبيبة ممكن شوي؟ طلال اخليك الحين، خالتي سعاد تبيني. مع السلامة. طلال كان يقولي بحكم المحكمة، الله يعينها بشاير. الله يعيننا كلنا. الا قولي لي ندى، ليش كانت تبكي؟ ما أعرف، يمكن كانت تبيك، بس أنا مشطها ولعبتها شوي وكانت مستانسة، وبعدين أكلتها وكانت ترفض كالعادة. خالتي ليش تطلعيني كذي؟
مو معقولة كل شيء أسوي لكم ما يبين في عينكم، ولا هذه سلوى تبلت علي؟ حرام عليكم. أنا خايفة على البنت، صدقني مسوية شيء في البنية. وين دلاغاتي؟ طال حالك، قاعد أحاشك عن بنتك تقولي وين دلاغاتي؟ بتروح المدرسة أنت؟ شعرش فيك وين؟ شعرش إنك بارودة وهم ما يكافي. بنتك هذه بنتك، مو خايف على بنتك؟ يبقى هاي بنتي ما فيها شيء، أنت بس شكاكة. استغفر الله العظيم. يا ليتها التحج، يا ليتها التحج عشان قالت لك شو سوت فيها. منو؟ أنا سلوى خالتي. حيات سلوى حيات. خالتي فاضية أقدر أتكلم معك شوي؟ سلوى أنا أدري ليش أنت جاية، جايتني علشان أسافر وياك، بس أنا يما ما أقدر سامحيني. لا خالتي سلم عمرك لا تقولين كذي، أنت وعدتيني تروحين معاي. خالتي لا يكون انتي قلتي حق خديجة تخش عني الرسالة. انا؟ لا حش انا ما اسويها، بس صدقيني انا ما اقدر اسافر بهالظروف واخلي بنتي. سعاد سعاد انا موجود. موجود انت نص يومك نايم ونص يومك تبي من يدلك طريقك، انت بروحك تبي رعاية خاصة. ايه مخرف لا قولي اقولي اني انا مخرف. لا لا كامل وكامل الله. خالتي اذا انتي ما رحتي معاي منو بيروح معاي؟ يا سلوى يا بنيتي فهميني، أنا ما أقدر أهد بنتي وأنا مرة عودة وصحتي ما تتحمل، أخذي معاك عزيزة صغيرة وتقدر تدور معاك. بس أنا ما أبي أحد غيرك يروح معاي. خالتي أنت الإنسانة الوحيدة اللي تمديني بالقوة، الوحيدة اللي أحس معاك بأمان. الله يخليك تعالي معاي لا تخليني بروحي. يا سلوى صدقيني ما أقدر، أنا نص يوم هديتها رديت دموعها على خدها، ما أقدر أهدها وأروح ديرة بعيدة، الله أعلم إيش كثر بنقعد هناك. يبا تبيني أسافر معاك أنا حاضر. احنا لو بندورها بمزرعتك نروح كلنا ما يمنع، لكن هذه ديرة كبرها تدري كم مساحتها؟ اوه عاد انت لا تصير مثل هامور، لا يدش القرقور ولا خلي السمك يدش، اللهم يكافي حتى المطر انقطع عنا. ايش دخل المطر بموضوعنا؟ من الظلم، ظلم العباد، يانا القحط ويانا الغبار، كل من افعالكم. تبيني اهدهم اروح وياك؟ لا يا سلام. لا يا إما سامحيني ما أقدر. أهلي ما وافقوا، السفر بالنسبة لهم خط أحمر. يعني شلون بسافر بروحي؟ تبي رأي سلوى؟ أحسن لك تاخذي ريال معاك، أتوقع ريال بيكون أحسن. ريال مثل منو يعني؟ طلال مثلا، خليه يسافر معاك، مو هذه بنته والمفروض إنه يكون حريص مثلك. تمين صدقك عزيزة؟ تبين طلال يسافر معاي وهو مقتنع بالفكرة بكبرها؟ ولا تنسين انه هو ما يشتهي يشوفني ولا انا اطيق اشوفه، بعدين مهما كان هذا طليق مو زوج. اخ يا القهر، يعني الحين حبيبة تحمل وانت تضيعين بنتك؟ بنبط. شكلك جديدة وأنا أحب أقعد مع الناس الجدد، قولي ليش؟ قولي ليش؟ خلاص أنا بقول لك وبدون ليش. السجين الجديد عجينة توها تشكل، لأن هذيل اللي تشوفينهم سجينات تمكنت منهم الأمراض النفسية. قعدي واحترميني، عيب. القاعدة الأولى في السجن خير الأمور الوسط، تسمعيني؟ ما فهمت كلامي. واضح، خلك معقولة بالتعامل مع الناس، لا تبالغين بالشر ولا تبالغين بالطيبة، خير الأمور الوسط. عشان كذي يقولون
بهالدنيا ما ينذبح غير المجرمين والأنبياء. على أمرك. لو كل الناس تمشي على هالنهج كان احنا بخير. شو اسمك وشن هي تهمتك؟ انا نوف ماجستير اداب. انا بصراحه مو مرتاح من رجع السلوى البيت مره ثانيه، كاهي دخلت مشاكل ويا حبيبه. سوت بعد؟ بصراحه انا تعبت من الكلام، ما عندي شيء اقوله. على العموم هي بتسافر تدور بنتها ولقت عنوان الخدامه. لقت العنوان؟ وين؟ مو مهم وين وشلون، المهم هي تبي تسافر تبي حد يسافر معاها. اتمنى كلامكم يطلع صحيح، لان ما في احد يكره ان يشوف بنته، بس انا اخر واحد يقدر يسافر مع سلوى، لان اكيد هناك بنتهاوش. طلال رجع مرتك، الفرصه ما ضاعت، وسافر دور بنتك وياها. يبا ايش رايك باكر نبيع المزرعه؟ تدري انا ما عندي شيء وابي اتزوج وماكو حل الا نبيع المزرعه. خير ان شاء الله، يلا قوم. وين يبا؟ يا انت مو تقول لي تبيع المزرعه؟ اي بس مو طال الليل، خلينا نشوف لها شرايب الاول. كيفك اللي تشوف. بس يبا ما له داعي تطر الموضوع حق احد، خلي بيني وبينك. زين بس ليش بيني وبينك؟ يعني على القيل والقال. منصور تبحت لك العشاء؟ سعاد تعالي عزمنا نبيع المزرعة. بشاير، مو شرط السكوت علامة الرضا، لأن الساكت دايماً يخفي آلامه وحزنه. كلنا مرينا بهالمرحلة أول ما دخلنا هالمكان، بس الذكي اللي تأغلب. غلطانة يا نوف، الحزن هو الشيء الوحيد اللي يحسسنا إن احنا بشر. إذا انتهى الحزن من قلوبنا معناته كل شيء حلو فينا مات وتجردنا من إنسانيتنا. أيوة طلع الحكي طلع. أنا أول ما شفتك قلت هذه شكلها عبيطة. طبعا عبيطة، ولا في وحدة تبوق عشان تطلع زوجها وتنسجن بداله؟ اسمحي لي هذا غباء. وليش ما تقولين إن ثقة؟ تدرين بشاير شنو الفرق بين الحكيم والغبي؟ الحكيم دايماً متشكك، أما الغبي دايماً واثق بتصرفاته، عشان كذي يتورط أكثر وأكثر. قومي خلنا نلعب. لا خليني، أنا ما أحب أضيع وقتي. الوقت اللي نضيعه وإحنا نضحك هذا مو وقت ضايع. قومي بس قومي. بشاير بتشوف عصام. محمود لا تهتم بهالشي، بشاير كانت تفضفض، انسى هالنذل. إيه بس أنا وعدتها. حتى لو وعدتها الحين بتكون نسيت، لأن همها أكبر من شوفة عصام. زين أنت عطى رقم هذا اللي اشتكت عليه اللي اسمها ميسون، خلي أعرف شو اللي صار. أنت تبي تسوي مشاكل وتضايق بشاير، وباكر بتقول كلامي عدل. تفضل هذا كرت ميسون. مشكور. محمود بغيت أقول لك شيء. آمر، سالفة انك تقنع الوالد يبيع مزرعته، انا بيك تشيل هالموضوع من راسك. ما نبي تحرجنا مع السعاد لانها اشتكت لي. هذا ابوي مو غريب، بعدين هي ليش تزعل؟ مو مزرعتنا، ما لي حق فيها. يعني لك حق بس مو وقته. انا بتزوج ما عندي فلوس، تدري شلون؟ انا ما راح اجيب لك طال المزرعه. ايش رايك يا اخي؟ زوجني بفلوسك، كان فرصه قدامك الحين. Thank you.
تفضلي. حقي؟ إيه حقك، تعرفين البرد جاي والظهر في أحد مهتم فيك. ومنو هذا سعدية؟ بقول لكم بس لا تقولون لي أنا اللي قايلة. ما راح تحكي أقولي. واحد اسمه فيصل والظهر الكل يحبه وعلاقاته وايد زينة. أيوة أثاري وراك ناس كبار. ليكون هذا فيصل واحد من العصابة اللي علموك البوق. لا وانت صادقة، هو اللي كان السبب في دخول السجن. خالتي ألا بغيت أسألك، منو بيسافر ويا سلوى؟ وليش تسألين؟ بس إذا ما في حد بيروح معاها أنا بروح. الله، إيش هالمحبة اللي نزلت على سلوى فجأة؟ لين الحين ما في حد فاهمني. صح أنا وايد أدافع عن نفسي، بس هم في بقلبي رحمة وطيبة. عيال خليك قد كلمتك وروحي قولي لها الحكي. سلوى، سلوى، لحظة، شو تسوين هني؟ الرسالة شو تسوي عندك؟ اعطيني اياها. خلت مكانك ولا بشقها؟ حبيبة اعطيني الرسالة. الرسالة عليها العنوان. هذه املي الوحيد بالدنيا، الله يخليك اعطيني اياها. بنتك ماتت وانت مكانك مستشفى الميانين، وغلطتك انك جيتي عندي مرة ثانية، هذه واحدة من اخطائك. ما ابي اغلط عليك، اعطيني رسالة. لا تطولين صوتك ولا تراني بشقها. لا 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 تشقي، لا 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 الله يخليك، لا الله يخليك، حرام حرام. ليش كذي تسوي؟ ليش؟ بعدين معاك انت تبين تذبحينها ولا شلون؟ انا اذبحها؟ من اللي حط هالفكره في راسك؟ الشيطان. خالتي انت الحين مصدقه حركاتها؟ هذه قاعده تدلع. تدلع؟ واحده تزور المستشفى بالاسبوع 20 مره تدلع؟ الدكتور يقول عندها انهيار عصبي. الحين عشان شقيت الرساله ايها انهيار عصبي؟ ايش هالعياره هاي؟ الصراحه انتم مسوين لها قدر اكثر من اللازم. أنا بفهم شغلة، أنت إيش حق تدخلين دارها؟ ليش تكذبين الرسالة؟ ليش تشقين الرسالة؟ كل هذا وتقولين ما سويت شيء؟ خالتي، مو جيتك وقلت لك إذا ما بتسافرين ويا سلوى، أنا بسافر وياها؟ قلت ولا ما قلت؟ قلتي. مو قلتي لي روحي قولي لها هذا الحكي؟ أنا رحت دارها لقيتها نايمة،
شفت الرسالة؟ خذتها عشان أشوف وين العنوان بالضبط عشان أعرف وين أحجز. تقوم تشرشحني ويا الحيوانة ويا اللي يلي. بصراحة أنا عصبت ومن غيظة شقيت الرسالة. والله إنك تحيرين الواحد. لأن أبو دارج وين بتوصلين المرة؟ بقالها أمل بالحياة إنها تدور بنتها وتلقاها. قضيتي عليها. خافي ربك، أنت حامل، ما تخافين الله يعاجبك بظناتك. حبيبة امشي طلعي فوق، الظاهر أنا مكتوب علي إني ما أخلص من هالهموم. طلال حبيبي لا تصدقهم، هذا اللي يبون يسوون أي شيء عشان نتزاعل أنا وأنت. أنت تظنيني إذا سرت المحكمة بتخليني أغير رأيي؟ ولا تظنين إني بخاف من القاضي؟ أنت مثل ما قلت بنت عاقة. أرجوك يا يبا لا تشوه صورتي قدامك أكثر ما هي متشوهة. أنا أبي أعيش، أنا أبي أتزوج، أكون عائلة ويصير عندي عيال. أنت ليش ما تحس فيني؟ لأنك خليتي أفقد الإحساس فيك. لو سمحتي زهور لا تتدخلين بيني وبينه، ولا تسوي نفسك قاعدة تحللين شخصيتي وتصرفاتي. أنا رايح الشغل. إلا فايز وينه؟ فايز ما راح يروح وياك اليوم، بيروح معاي. اللي تشوفه يبا هذا ولدك. صراحة يبا انت لازم تحط حد لهالمسخرة اللي قاعدة تصير. هي بس تبي تتزوج عشان تثبت لك ان هي ماشية في الطريق المستقيم. زهور اسكتي، ما ابغى اسمع قصتها. بتقولين عني مدمغة، بتقولين غبية، قولي اللي تقولينه. المهم اللي صار صار، انا وثقت فيه وعطيته كل ما املك. انتي مو تقولين ان اهلك ما يواطنونه؟ اكيد في سبب، ولا كان ما سلمتي رقبتك؟ هو كاسر عينك بشي؟ شو اللي خلاش تقولين كذي؟ لان يا بشاير الوحده من عندنا ما تقبل بالذل الا اذا كان في سبب. ايه انا قلت لك انا مو شويه ماجستير اداب. انت مو ماجستير، انت ساحره. خلاص عيل يلا قولي لي شنو كان السبب. ما راح اقول لك لانها سر من اسراري. الحين عقب ما طلعت اعترافك بتقولي لي السر؟ نوف سامحيني ما اقدر اقولها. نعم عادي، شو اللي جايبك هني؟ لأنك ما تردين على تليفوناتي. عادل وخر عن طريقي، أنا خلاص تغيرت. وأنا شكو تغيرتي ولا ما تغيرتي؟ أنا أبي أقعد وياك. وأنا قلت لك ما أبي، أنت شفيك مو راضي تفهم؟ صدقين عاد أفهم بس مو قادر أنساك. عادل أرجوك أنا بتزوج، أرجوك تنساني. سنين وإحنا نسمع هالحكي هذا، بتزوج وبتزوج كله كذب. بعدين قلت لك أنا مو قادر أنساج. زين إذا مو قادر تنساني تزوجني عيل. زواج لا، اسمحي لي ما أقدر أدخل مشاكل ويا زوجتي. ابعد عني، خليني أروح في حال سبيلي، أنا أبي أفتح صفحة جديدة. يهودي
عشان تتذكرين صفتك. عادل، انت كنت السبب في طلاقي الاولي، ارجوك وخر عن حياتي. جميلة حبيبتي، يا احلى ذكرى في حياتي. زواج؟ ما راح تتزوجين، ايش لك في الزواج وصدعة الراس؟ كنا مرتاحين ومستانسين. حبيبتي اليوم المسا تردين علي عشان اشوفك. شو تسوين؟ خرعتني. قدر الله وما شاء فعل. خالتي أنا شنو اللي قاعد يصير لي؟ فهميني إذا أنا مو فاهمة. إن أنا حاسة إن في شيء مو طبيعي بحياتي. يا بنيتي الإنسان مسير ما هو مخير. لا تيأسين من رحمة ربك. ونعم بالله يا خالتي. بس أنا مخنوقة، مخنوقة خالتي، أحس قلبي بيوقف. ليش قاعد يصير فيني كذي؟ كله منك أنتي. لو كنا سافرنا الحين كان ما صار اللي صار. لا تعاتبيني عاد وأنا أمك، أنا إيش دراني إن كل هذا بيصير؟ حسبي الله عليك يا حبيبة. وأنتي بس إيش بك؟ دورتي قلبي. من عرفتك وأنتي دموعك أكثر من ضحكك. أنتو السبب. زين قولي لي ايش تبيني اسوي؟ حاضر مستعدة اسوي اللي تبيني. تبيني اروح اسافر وادور خدامة؟ كان زين، كان زين يا خالتي، كان زين. بشاير نسيت اقول لك عيبي، واعتقد هذا عيب كل الحريم، الفضول. انا ودي اعرف شنو السر اللي انت خاشته. مو قادره اسيطر على مشاعري. يعني ما راح تقولين؟
تجي. الله يستر عليك، بسوي اللي تبي بس تستر علي. بشاير ايش فيك قاعده ترجفين؟ للحين مو مصدق اني انا بالسجن. هذه الصدمه الاولى، بعد فتره تقعدين تبكين بدون سبب، وبعدها تضحكين بدون سبب، بالأخير بتحاكين نفسك بالساحة. كلنا كنا كذي. استعدوا، موعد الزيارة عقب شوي. منو؟ خالتي الغداء. ما بي، تغدوا انتو. انزين، انا تراني غديت لك ندى عشان ترتاحين. شلون؟ غديتي ندى؟ وليش ما قلتي لي؟ ايش ما اكله؟ ايش ما اكله؟ تبيني اروح اسالها؟ بس شلون تاكد؟ امشي 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 حبيبي. شلون تاكد بعد؟ شلون تاكد؟ هي اللي مكلتها، هذه ما راح ترتاح لما تسدحتها كلنا في المستشفى. ايه شو هذا؟ انا ما انسدحت، ترى الظن اثم، الظن مو زين. انا سبقت اهلك بزياره، سامحيني بس ما قدرت اصبر. طمنيني، شلون الوضع وياك؟ الحمد لله أموري طيبة، شقيات هني يساعدونا ويهونون علينا، بصراحة تعاملهم راقي، بس السجن يبقى سجن. أبشرك، أنا حكيت القاضي، قال إذا بشاير رجعت الفلوس اللي أخذتهم راح نخفف الحكم. صدق فيصل؟ من زمان ما سمعت اسمي على لسانك. فيصل همي أكبر من اللي قاعد تقوله. صدق القاضي قال لك الحكي؟ إي نعم. أنت بإمكانك ترجعي لي الفلوس؟ ما عندي، خذهم عصام لأن كانت علي ديون. بشاير، ممكن أعرف ليش عصام انفصل عنك؟ انتي ما تقولي ليش امك لبنتي؟ شو مسويت عشان مسكينه حتى تسممينها؟ خالتش هالحكي اللي قاعده تقولينه، انا اسمم هالفقيره؟ ليش؟ ليش؟ انا مو دارج كل ما اغط شويه، عطلت ايه شيء؟ يا خالتي هدي شوي، ما توصل المواصيل ان حبيبه تسمم ندى. واللي سلم عمرك انت تسكت ليش انك ما تدري ايش قاعد يصير بالدنيا؟ خالتي الطباخ طبختها الخدامه، مو انا، ليش ظن السوق؟ زين الخدامة طبخته، لكن عقب ما خلص ايش حطيتي فيه؟ ما حطيت فيه شيء. اسألها ليش ما تغدت اليوم؟ انت ما تغديتي اليوم؟ لا، انا وحامي مو مخليني اشتهي الغدا، تغديت سندويش بيض. صدقت؟ خالتي حرام عليك، طلال كل من نفس الاكل اللي قلته ندى. يلا خالد انا جاهز. يلا يما يلا. جبتي بطاقتها؟ اي يما يلا نلحق على العيال. يلا
الحياة صارت وهم بالنسبة لي. كل شيء بحياتي مو واضح، كل شيء بحياتي ما يكتمل، حتى فرحتنا لازم تكون ناقصة. نشوف شيء والظاهر شيء ثاني. تصدقين يا سلوى، اليوم اكتشفت اني وصلت لسن اليأس، مع اني ما تعديت 30. الظاهر الدنيا مستعيلة علي، تبي تخليني يائسة. نفس الإحساس، أحس إن حياتي ما لها معنى، أحس إني أبي أموت علشان أريح وأرتاح. سلوى لا تقولين هالكلام اللي ضيق الخلق. أعطيني سبب واحد بس أعيش علشانه. مو يمكن بنتش تنتظرك؟ صح، مو يمكن، الأكيد، بس ويني؟ وين أرضى من سماها؟ أكيد بسئل نفسك كيف عرفت مكانك. واحدة من اللي مسكناهم خبرتني عن كل التفاصيل. لا تخافي، الموضوع كله بالسر، وسئلتني عنك ومستغربة ليش ما قبضنا عليك. أرجوك يا أخوي استر علي وانسى اللي شفته كله. أكيد طبعا. أنت شو تقولين؟ أنا من ذاك اليوم مو بقادر أنسى عيونك اللي كانت تتكلم في الكبت وتقول استر علي. عسى الله يستر عليك، بس هو اللي تبي، بس استر علي. يكون في علمك أنا البارحة قدمت استقالتي من الشرطة قبل لا يكتشفون الموضوع، لأن اللي سويته غلط ممكن أتعاقب عليه وممكن أنسجن. أنا ضحيت بالوظيفة عشانك. مشكور يا أخوي، عسى الله يستر عليك مثل ما سترت علي. أول شيء لا تقولين أخوي، لأن كلمة أخوي هاي تربط أرسالك. إن شاء الله اللي تأمر عليه. تستغربين أكثر إذا عرفتي إني صار كم يوم مو بقادر أنسى نظرة عيونك وخوفها بالكبت. واللي شجعني أكثر الصراحة صديقتك وكلامها عنك، إنك أنت أول مرة تدشين بهالسوالف ولا لك سوابق، بريئة من كل شيء. كان مجرد فضول مراهقة، أول مرة وآخر مرة. أنا أصلاً ما لي بهالسوالف، كانت غلطة ما تكرر. علشان كذي أنا حابة أزوجك. أنا حاس إنك بتاخذين على كفوف الراحة. ها نقول مبروك. أنا اليوم مزاجي كلش مو شيء. هاي وين سرحتي؟ انتي كلها تحلمين برا؟ يبا احنا بالسجن
خلي أحلامك مسجونة هني. ظلمتي حبيبة يا خالتي، اللي حاش بنتك حاشني، ما تستاهل اعتذار منك. خالتي بحسبة أمي، ما أزعل منها حتى لو تطقني. كفو يا بنيتي أصيلة. عمي أنت ما تعشيت، أجيب لك عشاء؟ لا لا ما نبي منك شيء، خليك بعيدة واللي عافيك. حبيبة خلينا نروح دارنا، محتاج أرتاح شوي. سعاد ايش في شبه؟ ترى زودتيها على البنية؟ انا زودتها يا منصور، بلاك ما تدري انا ماني مدمغة. زينية ما سوت شيء، هي تعزك مثل ما تعزمها، على دراسة شكاكة وحنانة. الو هلا خدوج، هلا حبيبتي، شلونك؟ الحمد لله كلنا بخير. هلا يا حبيبتي ما نسيتكم، بس مشاغل بعد. اللوية اللي هني الله يعلم فيها. أخبارنا؟ أخبارنا ما تسر للعدو. لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة سلوى. ها؟ إيش فيها بنتك؟ إيه؟ في حد مات عندهم؟ انتبهي على روحك يا سعاد، لا تخانقيها، لا تقوم نص الليل وتقتلك. هذه شر، من يوم ما دخلت عندكم المزرعة احترق بيتكم. ان شاء الله على خير، حاسبي على روحك. ها سلمي على اللي عندك، مع السلامة. بتسلم عليكم. الله يسلمها من الشر، خير ان شاء الله. شو اللي حاصل؟ تصدق معارك ما توقف بسبة هذه المرة الجديدة. دخلت غرفة سلوى واخذت الرسالة اللي فيها عنوان الخدامة وشقتها. بسبة هذه طاحت الآدمية مسكينة سلوى، وصار لها انهيار عصبي، وشوفها منومة في المستشفى. أوف 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 أوف. كل شيء تعوض إلا صحة الإنسان. كيف يا جاسم؟ كان عندها أمل تدور على بنتها، لكن ضاع الأمل. أنا عندي عنوان خدامة. كيف؟ مفلك؟ فين لقيته؟ أنا نقلتها على ورقة يوم كان الظرف عندي، قلت يمكن والعلم عند الله إن سلوى تحتاج لي قبل يضيع عنها. قبل يضيع عنها؟ اللي سمعك يقول. ولا ما لازم أقول، أخاف أنت أمك تزعلون. المهم يا جاسم خلينا نبشر سلوى، أكيد بتفرح. يت من الله، باكر إن شاء الله نروح عندهم هناك وبنعطيها العنوان. مرحبا عادل. ما شاء الله وانت نايم، ها ان شاء الله نفسيتك حلوه وما تعكرين مزاجي بحنتك. مالك شغل بنفسيتي، يلا حرك السياره خلنا نمشي. فهد يسال عنك، بيستانس لين شافك. اوه هذا بعد للحين عايش؟ طبعا عايش، تبغين يموت يعني؟ وهذه قصتي، غلطة مو مقصودة، دفعت ثمنها لين ما وصلت للسجن. بشاير ليش قلتي لي قصتك وأمس كنتي رافضة؟ الظاهر السجن يخلي الواحد يفضفض غصب عنه،
نوف، قولي لي، أنا استاهل اللي صار لي؟ عصام هذا غريب وتصرفاته مو طبيعية، أنا ما أدري شلون أنتي حبيتي. عمري ما حبيته، كنت أمثل عليه وعلى الناس. لما كنت أشوف عين عصام أنكسر قدامه، أحس إني دون. كنت دائما أخاف يطري السالفة لأهلي، بس هو كان يحبك؟ في البداية إيه، بس مع مرور الوقت بدت المشاكل وبدأ يتغير. ياه إيش كثر ارتحت، الموضوع كان كاتم على نفسي. هذه إحدى فوائد السجن، الفضفضة. والله فرحتوني بهالخبر، وسلمى حسى ما يوقف قلبه من الفرحة. إيه بس سعاد حتسافري معاها، مو وقتها الحكي. أما أنت كبرت بعيني يا يوسف، وإن شاء الله سلوى تردها لك. أنا بيك، أنت اللي تردينها يا عمتي. مو وقتها يا يوسف، توني أقول لأمك مو وقتها. المهم انطرنا أهلين لما نطلع. وينها؟ يمكن في الحمام. قعدي قعدي، حليات نبطها قدامها. بطيها قدامها، بس ها حتسافري معاها. يا بنت الحلال ذبحتيني، سافري وسافري، اذا انت شايله همها انت سافري. كان زين بس لو اعرف اتكلم هندي. يعني انا اللي اتكلم بنغالي؟ صباح الخير عمي. هلا هلا ببنيتي، وين جوه؟ العادة الصبحين بالريوق. سامحني عمي، هالحمال معكر مزاجي، ساعات أكون تعبانة شوي. الله يسهل عليك يا بنيتي. إلا خالتي سعاد وينها؟ خالتي سعاد راحت المستشفى تبشر سلوى. شو تبشرها فيه؟